لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف ونبدأ بالعناوين. في صحيفة المدى، بطاقات الناخب في البصرة ب100,000 دينار، والنزاعات العشائرية تحول مناطق لمنزوعة المرشحين. في موقع يقين نت، وزارة التخطيط: العراق بحاجة ل4 ملايين وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن. في موقع شفق نيوز، بينهم ضابط برتبة عقيد، 4 ضحايا في هجوم مزدوج بديالة. في العربي الجديد، لافروف يهدد بعملية عسكرية في إدلب ويلوح بإغلاق معبر باب الهوى. في موندويز، مسؤول أمريكي سابق يقول إن إسرائيل ستختفي خلال 20 عاماً. في القدس العربي، شهيدان و5 جرحى برصاص جيش الاحتلال قرب جنين. وفي مجلة إيكونوميست، أعداء وأصدقاء لبنان يستغلون أزمة الوقود. بحسب مقال الكاتب شاه القرداغي، حيث تعمل الفصائل والميليشيات الموالية لإيران في العراق لسيطرة على المنافذ والممرات والطرق والمناطق الاستراتيجية التي توفر لها المزيد من النفوذ العسكري والأمني والاقتصادي. ومن ضمن الخطوات للسيطرة على المناطق المهمة من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، كان التركيز على منطقة القائم على الحدود العراقية السورية التي تشكل أهمية استراتيجية بالنسبة للطرف العراقي والسوري، إضافة إلى تحول هذه المنطقة إلى نقطة نزاع بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي والإسرائيلي. بسبب الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القائم بالنسبة للأهداف الإيرانية التي تطمح بإنشاء طريق برية إقليمية من إيران إلى لبنان مرورا بالعراق، تحولت مدينة القائم إلى ثكنة عسكرية للميليشيات، مع معلومات بتواجدها في أكثر من 29 موقعا داخل المدينة. وهناك حديث بأن عدد عناصر الميليشيات قد يتساوى أو يفوق عدد الأهالي المتواجدين في المنطقة، لأن الكثير من الأهالي لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم بسبب انتشار الفصائل المسلحة التي تتسبب بزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المناطق. من حيث المبدأ، فإن كتائب حزب الله القوة الرئيسة التي تسيطر على بلدة القائم وما حولها، إضافة إلى وجود بعض الفصائل الأخرى كالخراساني التي تقوم بعملية الإسناد للكتائب، يتم السماح بدخول السيارات داخل المنفذ الحدودي مقابل $200 والخروج $200. وفي ساحة التفريغ أو التبادل، يتم أخذ مبلغ معين من سائقي العربات، حيث يتم الحصول على مبلغ $600 تذهب إلى الكتائب دون إدراجه في خزينة الدولة. ويتم تغريب البنزين العراقي إلى سوريا بسبب فرق السعر الكبير بين البلدين، إضافة إلى تهريب السجائر الذي يدخل إلى سوريا عن طريق الكتائب. أما المواشي فيتم إدخالها من سوريا إلى العراق مقابل مبالغ معينة وبصورة غير شرعية، وأحيانا يتم بيع المعابر الفرعية من قبل كتائب حزب الله إلى التجار، وهم يحددون مبالغ محددة مقابل إدخال أو إخراج المواد من وإلى العراق. بقاء هذه المناطق الحدودية الحساسة تحت سيطرة الميليشيات تخلق مشاكل أمنية للعراق، حيث عملت الميليشيات على السماح بعناصر إرهابية إلى الدخول إلى العراق مقابل مبالغ مالية معينة دون أي تدقيقات أمنية، لغرض الحصول على منافع وأرباح مادية، إضافة إلى التهديدات المستمرة على هذه المنطقة من الهجمات الجوية التي تتكرر كل فترة بسبب عمليات نقل للأسلحة والمعدات العسكرية عن طريق هذا المعبر، واستغلاله من قبل طهران في صراعه مع القوى الإقليمية والدولية، ما يؤدي إلى فقدان الاستقرار بصورة كاملة وبقاء التهديد على هذه المنطقة بصورة مستمرة. يقول الكاتب جاسم الحلفي في مقال نشره في موقع شفق نيوز: وصل سعر البطاقة الانتخابية إلى $300، ويصل إنفاق المرشح الواحد إلى حوالي $5 مليون،
ما تحمله هذه العناوين والسطور ليس معلومات مختلقة بشأن البيئة الانتخابية الحالية، بل هي بعض من تصريحات المرشحين، وهم يصفون أجواء الحملات الانتخابية، وهو غير ما يتناوله المواطنون بالسخرية من أفعال بعض المرشحين، وهم يسعون إلى حشد أكبر عدد من أصوات الناخبين بطرق لا علاقة لها بالترويج لبرامجهم وتبليغ رسائلهم الانتخابية وإعلان تعهداتهم والتزاماتهم. هم يتفننون بشراء الأصوات وتقديم الرشا بطرق يعجز عنها الشيطان، وليس آخرها ما فعل بعضهم ممن تكدست لديهم أموال طائلة جمعوها من صفقات الفساد، فراحوا يخصصون 300 دولار لكل وكيل لكيانهم السياسي مقابل أتعاب مراقبة العملية الانتخابية في يوم الاقتراع. وهذه كلها سلوكيات تنتهك قانون الانتخابات وتستلزم عقوبات رادعة لمن يمارسها من قبل مفوضية الانتخابات. والغريب أنه رغم موثوقية هذه الأفعال والسلوكيات المدانة التي نقلها الإعلام عن نواب ومرشحين، نلاحظ سكوت جميع مؤسسات رصد الانتخابات ومراقبتها، سواء المؤسسات الرسمية ذات الشأن وشبكات المراقبة المحلية وكذلك بعثات الرصد الدولية. كذلك يلاحظ عدم صدور تقرير واحد يرصد الانتهاكات والخروقات الانتخابية التي حصلت، فيما تناست السلطات الرسمية المختصة الإجراءات القانونية الرادعة، بل على العكس غضت النظر حتى عن الانتهاكات التي سبق وأعلنتها، ومنها ما عرف بفضائح السيدة الخضراء التي كانت تهدف إلى التشويه والتصعيد الانتخابي والتحضير لعملية أخطر، مثل ما أشير إلى محاولة اختراق أجهزة حساب أصوات الناخبين. نعم، لم يترك المتنفذون وسيلة إلا واستخدموها للتأثير على الناخبين بالصور غير الشرعية، بدءا من سلاح الطائفية وتصعيد التعصب وخطاب الكراهية، مرورا بالاستخدام الفاضح للمال السياسي واستغلال أماكن العبادة وموارد الدولة في الدعاية الانتخابية، ما يدحض كل ادعاء للمتنفذين بأن التغيير الحقيقي سيكون أهم نتائج الانتخابات المبكرة. وحين يتصاعد سعير حرب التنافس الانتخابي بين المتنفذين التي لا تقل ضراوة عن حروب الانتخابات السابقة، يتركز السؤال على صدقية ادعاء التمسك بوثيقة السلوك الانتخابي التي وقعها المتنفذون، وأن تكرار الانتهاكات والخروقات الانتخابية دون رادع يبين مدى توهم البعض أن من الممكن تغيير الأوضاع في بلادنا وإصلاحها على يد طغمة الحكم. واقع مرير تعيشه الكرة العراقية منذ سنوات طويلة أطاحت بها من أعلى القمة لتتدحرج شيئا فشيئا، حتى باتت قريبة من أسفل الهرم الكروي على الصعيدين الآسيوي والدولي، بينما من حولنا تمسك بطريق الاحتراف والتنظيم والتخطيط ليقطع أشواطا كبيرة نحو المنافسة على إيجاد موطئ قدم له بين كبار القارة الصفراء، تاركا كرتنا تعيش على أوهام وأمنيات وتاريخ نتغنى به، هو كل ما تبقى لنا لاقتناص فوز هنا أو هناك يحفظ ماء الوجه. نستمع إلى مقال نشرته صحيفة المدى للكاتب رعد العراقي. نعم، تلك هي الحقيقة التي يخشى الجميع أن يجهر بها لمصارحة الجماهير، فنحن لم نعد قوة كروية تخيف الآخرين بعد أن أجهزت عليها الفوضى الإدارية، وغياب المحاسبة القانونية وتصدر شخوص لا خبرة لهم في علم الإدارة والتخطيط لأغلب الأندية المحلية التي فرضت سطوتها على كل مشهد انتخابي ضامنة التمسك بمناصبها مهما سجلت من إخفاق وتراجع أو فشلت في النهوض بأنديتها، سواء بتحسن البنى التحتية أو إيجاد موارد مالية تبعد عنها خطر الإفلاس والاعتماد الكلي على الهبات ومساعدة خزينة الدولة لهم. يخطئ من يظن أن المشكلة تكمن في نضوب المواهب الكروية، فالعراق ثري بلاعبين مهاريين، إلا أن جهل اكتشافهم وكيفية استثمارهم هو من أطاح بالكثير من الطاقات وجعلها تبحث عن منافذ الوساطات ومسالك التقرب من تلك الأندية، عسى أن يجد بصيص فرصة لإظهار قدراتهم، وإلا فإن النسيان سيطيح بأمالهم
بعد أن يتعداهم قطار العمر. ليس هناك من دليل لا يقبل الشك بفشل تلك الأندية ومسؤوليتها المباشرة عن تراجع الكرة من مشهد فضيحة مديونية 17 ناديا من الدور الممتاز، أحدهم من الدرجة الأولى بمبلغ 17 مليار دينار، أساءت لسمعة الكرة العراقية خارجيا، وأثبتت أن تلك الإدارات لا تدرك ما تقوم به من تخبط في تنظيم مفهوم الاحتراف وأسلوب التعاقد مع اللاعبين بشقيه المالي والقانوني، فهي تذهب نحو استقطاب اللاعبين بمبالغ مالية كبيرة في وقت هي تشكو من خواء الخزينة. من دون أن تدرك العواقب القانونية لأي إخلال بتلك العقود وما تشكله من إساءة ومحاسبة، لا تطال فقط النادي بل ينسحب على الكرة العراقية ونشاطها الخارجي. فمن منحهم تلك الصلاحية في التلاعب بمقدرات كرتنا المظلومة وجماهيرها في أن تدفع ثمن فشل وتخبط تلك الأندية؟ عن نذالة الانتقام الصهيوني بعد عملية سجن جلبوع كتب منير شفيق: فمنذ أن أعلن عن هروب الأسرى الستة من خلال نفق حفروه في سجن يعتبر من أشد سجون العالم منعا في وجه الحفر والأنفاق والاختراق ونجاح الهروب والإفلات منه، منذ اللحظات الأولى اعتبرت العملية حالة فذة واستثنائية وتستحق الكثير من الإعجاب إلى حد يمكن وصفها بالمعجزة. طبعا هي ليست معجزة وإنما حدث بشري مقاوم يشبه المعجزة. شهدت السجون في العالم كله عمليات هروب، ولكن هذه العملية اختلفت بظاهرة فريدة من زاوية ما بعد النجاح من اختراق الجدران والخروج إلى الحرية. المشترك العام كان تأمين الهروب بعد الخروج إلى الحرية، إما من خلال إعداد مساعدة خارجية، وإما من خلال رجحان تأمين الهروب بسبب الفرص التي توفرها الظروف المحيطة بالسجن بعد الإفلات من جدرانه، إذ لابد من أن يكون الهروب بعد الانطلاق مؤمناً أو شبه متوقعاً إلى حد بعيد، وذلك لأن الهدف في العادة هو الخلاص من السجن. لقد تبين من عملية الهروب من سجن جلبوع بأنها كانت عملية جهادية استشهادية ضد العدو الصهيوني، كما لو كانت هدفاً قائماً بذاته أولاً وقبل كل شيء. أما فرص النجاح بعد الهروب فكانت ضئيلة جداً وغير مضمونة، بدليل أنهم أقدموا عليها من دون أن يؤمنوا مساعدة خارجية، إما بسبب عدم إمكان تأمين ذلك في ظروف سجن جلبوع، وإما لضمان سرية نجاح العملية الأساسية التي هدفها الأول إنزال هزيمة بأمن الكيان الصهيوني. جاءت هذه العملية البطولية في مقاومة الكيان الصهيوني لتراكم فوق المعارك والعمليات التي يخوضها الشعب الفلسطيني لتحرير فلسطين، كل فلسطين من الناصرة والناقورة إلى أم الرشراش، وكانت ذات إشعاع خاص في الوعي الشعبي الفلسطيني والعربي والإسلامي والعالمي، وستبقى رمزا نضاليا يستتبع رموزا في المقاومة والبطولة. إن الكيان الصهيوني وهو يتراجع وتوجه له الضربات راح يلجأ إلى الانتقام الجماعي ويعامل الأسرى الستة بالوحشية، يكون قد جمع النذالة مع الانتقام والضعف والتراجع، وذلك من علامات السرعة بالانهيار. قال الجنرال الأمريكي المتقاعد لورنس ويلكسون إن إسرائيل لن تكون موجودة كدولة خلال 20 عاما، لأنها تنزع الشرعية عن نفسها كدولة نظام فصل عنصري. أدلى الجنرال ويلكسون الذي شغل منصب رئيس هيئة الموظفين لوزير الخارجية الأسبق كولين باول بهذه التصريحات القوية في مؤتمر ماس بيس أكش للمحافظين الجدد، وهي تصريحات سلط موقع مونديز الضوء عليها مع تجاهل تام من وسائل الإعلام الأمريكية الأخرى عليها. أضاف الجنرال أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تطلب من إسرائيل الآن أن تتغير بسرعة، وإلا فإنها ستتوقف عن تمويل وحماية إسرائيل، ولكن الجنرال نفسه توقع بأن الولايات المتحدة لن تفعل ذلك. وبحسب ما ورد قال ويلكسون إن إسرائيل هي مسؤولية استراتيجية من الدرجة الأولى للولايات المتحدة، وهي الدولة الأكثر احتمالاً في العالم أن تأخذ الولايات المتحدة إلى هرم جدون. وكشف الجنرال
أن أجندة المحافظين الجنود في الشرق الأوسط تتركز على إشعال النار في بلاد الشام وإشغال أعداء إسرائيل في مشاكل أخرى بحيث لا يتسبب في مشاكل لإسرائيل. وقال ويلسون إنه يأمل في أن يؤدي التخلص من نتنياهو وترامب وكوشنير إلى التخفيف من حدة الموقف إلى درجة الحصول على حكومة في إسرائيل تدرك خطورة مستقبلها. وأشار الجنرال إلى أن العالم سيرفض إسرائيل لأنها دولة نظام فصل عنصري مثل جنوب إفريقيا، مؤكدا أنها لن تكون دولة بل ستزول. وكشف الجنرال أيضا أنه سمع خلال 40 عاما في الخدمة العسكرية نصيحة مستمرة من الجميع بعدم إقامة قاعدة عسكرية أمريكية في إسرائيل. وأشار ويلسون إلى أن هاجس المحافظين الجدد هو إشعال المنطقة بالحرائق، ولا يهم أين، في لبنان أو سوريا أو العراق أو إيران، المهم حماية إسرائيل. حذر الكاتب والصحفي الأمريكي روبرت كاغان من احتمال وقوع حوادث عنف جماعي في الولايات المتحدة وانهيار للسلطة الفيدرالية وتقسيم البلاد لجيوب متحاربة يتباين ولاؤها بين جمهوريين وديمقراطيين على مدى السنوات 3 إلى 4 القادمة. واعتبر أن الولايات المتحدة تسير قدما نحو أكبر أزمة سياسية ودستورية لها منذ الحرب. وأكد كاغان في مقال له بصحيفة واشنطن بوست أن الإشارات التحذيرية لهذه الأزمة قد تحجبها الانشغالات بالسياسة والوباء والاقتصاد والأزمات العالمية، لكن لا ينبغي أن يكون هناك أدنى شك في أنها موجودة أصلا. يرى الكاتب أن دونالد ترامب سيكون مجدداً المرشح الجمهوري للرئاسة في عام 2024، حيث تبين أن الأمال والتوقعات في تلاشي صورته وتأثيره تدريجياً كانت محض أوهام، إذ أن الرجل يتمتع بتقدم كبير في استطلاعات الرأي ويبني صندوقاً ضخماً للحرب الانتخابية، في حين تبدو حظوظ الطرف الديمقراطي ضعيفة. ويشدد الكاتب على أن ترامب وحلفائه الجمهوريين يستعدون بنشاط لضمان أن يفوز بالانتخابات الرئاسية المقبلة بأي وسيلة كانت، وباتت الاتهامات بالتزوير التي كالها لمنافسه جو بايدن خلال الرئاسيات الأخيرة عام 2020 أساساً لتحدي أي نتيجة مستقبلية قد لا تكون في صالحه، حيث بدأ بالفعل بعض المرشحين الجمهوريين بالاستعداد لتكرار اسطوانة التلاعب بنتائج الانتخابات عام 2022. المسرح بات مهيئاً للفوضى، وإذا تخيلنا أسابيع من الاحتجاجات الجماهيرية المتنافسة عبر ولايات متعددة حيث يدعي المشرعون من كلا الحزبين النصر ويتهمون الطرف الآخر ببذل جهود غير دستورية للاستيلاء على السلطة، فسيكون حينها الحزبيون من كلا الجانبين أفضل تسليحاً وأكثر استعداداً لإلحاق الأذى بالطرف الآخر مما كانوا عليه عام 2020. ويختم الكاتب محذراً بأن نشر قوات فيدرالية في الولايات المتحدة سيعتبر طغياناً، وسيجد الرئيس بايدن نفسه في الموقف ذاته الذي عاشه رؤساء أمريكيون سابقون مثل الرئيس أندرو جاكسون خلال أزمة الأبطال عام 1832 التي كانت مقدمة للحرب الأهلية، وإبراهام لينكولن بعد انفصال الجنوب. المركبات جرى استخدامها في تصوير فيلم مادي ماكس عام 2015 يقول القائمون على المزاد: إذا كانت بحاجة إلى رحلة سريعة بما يكفي لتجاوز نهاية العالم، فهناك مزاد نادر في استراليا يبيع أسطولا من المركبات الخطرة التي يمكن أن تجوب الصحراء ومن دون توقف. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم.
نلقاكم بإذن الله.